من يوم ما عرفتك وانا بحلم بالليله دي، بحلم بيها واعمل لها الف حساب. والحلم بقى حقيقه. المزيكا، المزيكا، نسمع مزيكا. كده احسن مش كده؟ اه فعلا كده احسن. شمبانيا، نطلب شمبانيا. ها فين شمبانيا يا ريس يا متر؟ الدنيا حر. ها حر والتكييف، التكييف. شغلته على الميديوم. يا الهواء، الهواء ساقع قوي، نازل على السرير مباشرة، وده ممكن يبقى خطر علينا. المفروض ان الهواء يخبط في السقف ويرد من السقف، يتوزع على كل منطقة الغرفة. مش كده احسن كتير؟ فعلا احسن. روم سيرفيس. ادخل. ألف مبروك يا فندم. ميرسي، الله يبارك فيك. مالك يا علي؟ في ايه؟ لا في ايه؟ انت عايز تقول حاجة يا علي؟ انت بتعيط؟ انا انت ايه يا علي؟ انت ايه؟ انا عاجز يا هدى. عاجز؟ لكن صدقيني، دي مش اهم حاجه في الحياه الزوجيه. السعاده الزوجيه بتقوم على حاجات كتير، دي مجرد حاجه واحده بس. لكن في التفاهم والعشرة والحب، الحب بمعناه الحقيقي مش حب الجسد. انت بتقول ايه يا علي؟ انا مستحيل كنت اعترف بده لأي واحدة غيرك، لكن انت الوحيدة اللي امنتلك على سري، لانك مختلفة عن كل الستات، جميلة ورقيقة وذكية وتفكيرك بعيد. احنا مخطوبين بقالنا اكتر من سنه، ما قلتليش ليه انك ما تقدرش تتجوز؟ لاني بحبك وكنت خايف لو تضيعي مني. انا هعمل المستحيل علشان اساعدك.
احقق لك كل اللي انت بتحلمي بيه. هنلف العالم، هجيب لك كل اللي نفسك فيه. نلف العالم؟ انا عايزه زوج واولاد وبيت مليان حب. لو لفيت الدنيا كلها مش هتلاقي حد بيحبك زيي. انا عارفه انك بتحبني، بس انا ليا عواطف. انا كمان ليا عواطف ومشاعر واحاسيس. القدر خلاني كده. انا ذنبي ايه؟ ليه اتحرم منك عشان حاجه انا ماليش يد فيها؟ انا بحبك يا هدى. انا كمان بحبك يا علي، لكن الوضع ده حكم على حياتنا الزوجيه بالفشل. الحب اللي بيجمع بين قلوبنا اقوى من الفشل. احنا بحبنا ممكن نغلب القدر اللي حكم عليا بالعجز. خايفه حياتنا هتبقى جحيم. انا هتعذب وانت كمان هتتعذب. هتعذب اكتر لو سبتيني. لو سبتيني مش هلومك ولا حد يقدر يلومك. الشرع بيديك الحق ده، وانا كمان هعذرك. لكن تاكدي ان حبي ليك هيفضل زي ما هو، لاني مش ممكن انسى الايام السعيده اللي عشناها مع بعض. انت لو حسبت عمري هتلاقي عمري الايام اللي دقت فيها الحب والسعاده بين ايديك. Espera, aún la nave del olvido no ha partido. No condenemos al naufragio lo vivido. Por nuestro ayer, por nuestro amor, yo te lo pido. Espera, aún me quedan en mis manos primaveras para colmarte de caricias todas nuevas que morirían en mis manos si te fueras. Espera un poco, un poquito más para llevarte mi felicidad. Espera un poquito más. Me moriría si te vas. Espera un poquito más para llevarte mi felicidad.
quisiera un poquito más. Sí. ¿Tienes que? لا تعبت. يلا نمشي. هو يعني يا نرقص يا نمشي. احنا ما لحقناش نقعد مع صلاح. صحيح مراته جريئه شويه. لكن هو ابن حلال. Tengo mil noches de amor que regalarte. Te doy mi vida. الله. ايه بطلت راس ليه تعبت؟ لا ابدا. هدى يا اللي تعبت. حلمك عليها شويه يا دكتور. مش كل ليله راس راس. آه. هدى مش حمل كده وبعدين خف شويه هدي اللعب هدى قدامك العمر كله خدلك اديني ميه وامتى بقى هيشرف الكتكوت وليه العقل بامبينو حرام عليك ده احنا لسه متجوزين لا انت لازم تلحقوا عشان تربوه انتوا صغيرين على فكره الكتاب بتاعي لازم تطبعه قبل السنة الدراسية الجديدة. عيب يا دكتور، ده هدية جوازكم. ولعلمك بقى الكتاب خلص. ولازم تعرف انك بتتعامل مع أجدع وأحسن مطبعة في مصر. مش كده روحي؟ المطبعة تحت أمرك يا دكتور. وعلى فكرة كل نسخة جاهزة تيجي تاخدها في أي وقت. لو ما قلتليش يا علوة، أنت ناوي تخلف إمتى؟ شكرا يا جماعة على السهرة اللطيفة دي. طبعا يلا مع السلامة، معلش شكرا مع السلامة يا مع السلامة. علي ماله؟ علي تعبان. لا يا عبيد ده راح يعمل بنصيحة. يا ابني اللي تصوري طلع عزكى مني. الله انت فهمتي نصيحتي؟ طب ما تيجي نعمل بنصيحتي.